استقبل اليرموك على استاد عبدالله الخليفة فريق نادي النصر، وكان لأصحاب الأرض أولى المحاولات عن طريق المغربي سفيان الذي مرت كرته بجانب القائم. عدي الصيفي لم يحسن التعامل مع هذه الكرة، وخليفة رحيل تصدى لفرصة كانت سانحة للتسجيل. أحمد الفضلي كان في المكان المناسب. الصيفي افتتح التسجيل بهذا الهدف الذي انتهى عليه شوط المباراة الأول. كرة أمامية، عدي الصيفي، عدي الصيفي، عدي الصيفي، وجول! عدي الصيفي. في شوط المباراة الثاني حاول النصر تعزيز النتيجة، وحاول اليراميكا التعويض وتسجيل هدف التعادل بأكثر من مناسبة، لكن محمد دحام تميز بهذه الكرة وسجل منها أجمل أهداف المباراة. والآن محمد دحام، الله الله الله، محمد دحام! القائد خليفة رحيل يتألق ويحافظ على نظافة شباكه، والبديل عبد المحسن العجمي تحصل بمهارة على ركلة جزاء. الصيفي عدي نفذ الركلة بنجاح مسجلا ثاني أهدافه والثالث لفريقه، ليختتم دينيس مهرجان الأهداف بتسجيله لهدف رابع بهذه الطريقة. من اللي راح يسدد؟ دينيس يسوج جول! دينيس 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 يسوج! الحمد لله والشكر يا رب، قدرنا ناخذ المباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة. الحمد لله أبارك حق أخواني اللاعبين الجهاز الفني والإداري، وأقول هارد لك نادي اليرموك، وإن شاء الله بالمباراة الجاية نركز أكثر، وكل مباراة ندش أفضل من اللي قبلها وناخذ كل مباراة. أنا ما أدري شنو في بين نادي اليرموك والحكام، يعني أخطاء بسيطة النصر ياخذها، الاخطاء اللي لنا لا. اليرموك يعني القرار يكون مو سهل حق اليرموك، سواء فاول سواء بلنتي، يعني القرار يراجعونه ألف مره. لكن اي فريق ثاني، ما اتكلم عن النصر، النصر اليوم استحق المباراه، اتكلم اي فريق ثاني لا، القرار دائما ضد اليرموك. ما ادري شنو، ما ادري شنو المشكله. من افضل الفرق اللي موجوده في اسفل الترتيب على مستوى كره القدم، لكن فريق بصراحه يعني يفتقد إلى الحظ. هو الفريق اللي وقف كل الفرق الكبيرة تقريبا يلعب مباراة كبيرة، في احترام كبير. المباراة ما كانت سهلة بالنسبة لنا، لكن خلف ما يصير احنا بعد الفوز نقول ان احنا زينين، وبعد الخسارة نقول احنا سيئين. انا كنت دائما اقول حتى وقت الخسارة، من اول مباراة استلمناها او تحديدا من الشوط الثاني مباراة القادسية، واحنا نحاول نسيطر على الخصوم، نحاول نمسك الكرة. مع التمارين قاعد نتحسن على مستوى الاستحواذ، على مستوى افتكاكنا للكرة، على مستوى جاهزية دكة البدلاء. محمد هادي اليوم واحد من مفاتيح اللعب. وين كان محمد هادي في السابق؟ زميلك اللي طلع رفضت من المباراة السابقة، قلت له احترم قناتك الإعلامية، احترمك شخصيا، لكن أنا ما راح أطلع مع هذه القناة للإساءة اللي حصلت لنادي القادسية. لا يمكن أنا أني أقابل أي شخص في الجمهور واسمح انه يسيء لنادي بحجم نادي القادسيه، او نادي بحجم نادي العربي، او نادي بحجم نادي كاظمه. احنا رساله الاعلام رساله ساميه، يجب ان تكون رساله هادفه وليس تهجيج الجماهير وخلق مشاكل. فلذلك انا ارفض اني اطلع الا الى ان يعتذر لنادي القادسيه هو المذيع نفسه. كتيبه المشعان تكسر سلسله تعادلات اليراميكا، ليبتعد النصر عن منطقه الخطر، ويبقى اليرموك في ذيل الترتيب.